الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفت مصر بشكل قاطع لما تداولته وسائل أعلام دولية بشأن الإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع. وأكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحته كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة. وأضاف رشوان أن مصر ستتخذ كل ما يجب عمله لوقف جريمة التهجير. أكد وزير الخارجية سامح شكري اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة الكويت وما وصلت إليه مسارات التعاون الثنائي من مستويات متميزة لحرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية. وخلال لقائه نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أكد الطرفان مواصلة التنسيق الثنائي بين مصر والكويت لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين، فضلا عن الرفض الكامل لمخططات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرية الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية وجابت عدة شوارع وأحياء دون إبلاغ عن اعتقالات. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي قفر عين وبيت ريما شمال غرب رام الله. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات وتجولت في أحيائهما. أكدت محكمة العدل الدولية أنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح. وأوضحت المحكمة أن الوضع الخطير في قطاع غزة ورفح بشكل خاص يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا للإجراءات المؤقتة بموجب قرارها الصادر في 26 من يناير الماضي، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية. ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين. طلب برلمانيو الدول المطلة على البحر المتوسط بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة. وفي ختام أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في دورتها 17 التي انعقدت في الرباط، دعت برلمانات دول المتوسط إلى استئناف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يقوم على أساس مبدأ الدولتين، مؤكدة إدانتها لتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية، كما أعربت عن رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ناقلة تحمل نفطا خاما تعرضت لهجوم بصاروخ في البحر الأحمر بينما كانت في طريقها إلى الهند. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن أصاب السفينة إم تي بولكس. كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة إمبري البريطانية للأمن البحري قد ذكرت أن ناقلة ترفع علم بنما أصيبت في هجوم على بعد 72 ميلا بحريا شمال غرب ميناء المخا قبالة سواحل اليمن، ما تسبب في حدوث أضرار طفيفة لحقت بالسفينة.
قال قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيريسكي إن القوات انسحبت من مدينة أفدييفكا في شرق البلاد لتجنب الحصار، وأضاف أن الانسحاب جاء بعد شهور من الهجمات الروسية الشديدة، ويمثل أكبر تغيير في جبهات القتال منذ استيلاء القوات الروسية على باخموت في مايو 2023. رياضيا، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادلا ثمينا مع مضيفه فريق شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 5 جوليا في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. بهذه النتيجة أصبح الأهلي بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 6 نقاط، ومن المقرر أن يلعب الأهلي في المباراة المقبلة خارج الديار ضد ميدياما الغانية مساء الجمعة المقبل في إطار الجولة 5. مشاهدينا، انتهى موجز 8، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.